جواو عادة من خلال احتساب ركلة جزاء لجواو بيدرو، لكن يا ترى هل تكتمل السعادة لأصحاب السعادة من خلال التسجيل والعودة؟ لاحظ جواو بيدرو داخل منطقة الجزاء، استلام سعادة مركزة، خريبين تقدم حول، لا والله لا 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 والله لم يستطع السعادة لعلي خصيف. علي خصيف، علي خصيف الحارس الجزراوي الذي يتألق في ركلة الجزاء ويبعد